مفيش نجاح بيجي صدفة، والتغيير مش في يوم وليلة، ولكن دايماً في خطة، خطة مدروسة وهدفها إن مصر تكون أحلى. ومن أهم خطط الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة التنمية المستدامة للمواطن المصري البسيط، العامل والفلاح واللي على باب الله، هي مبادرة حياة كريمة، وأطلقها الرئيس السيسي في بداية عام 2019. بدأت بعدها كل أجهزة ومؤسسات الدولة تهتم بالقرى في مصر، وكان هدفها الاستثمار في تنمية الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في الصحة والتعليم والسكن لسكان الريف المصري بميزانية 515 مليار جنيه. احنا كان الاول السبت بتاعنا كان كله بوص وكله برده وكل حاجه، وانا نشكر عبد الفتاح السيسي. المرحله الاولى من المشروع بدأ تنفيذها في 2019 ومستمره 3 سنوات، وبتستهدف 375 قريه وتجمع ريفي. تم الانتهاء بالفعل من 143 قرية بتكلفة 3,950,000,000 في 11 محافظة، منها أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، وجاري استكمال أعمال التطوير في 232 تجمع ريفي بتكلفة 9,590,000,000. وبتشمل المشروعات الخدمات الصحية والتعليمية، الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطرق والنقل، الشباب والرياضة، والتدخلات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً. والمستهدف هو تنمية وتطوير 1400 قرية بتكلفة 150 مليار جنيه. ده بالفعل اللي الدولة بتشتغل عليه علشان القرى تعمر لأهالينا المصريين، لأن القرية المصرية دايماً أساس مصر ومن حقها تعيش أفضل حياة. حياة كريمة، مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.